عسلامة. عسلامة. لاباس عليك؟ الحمد لله. شو تعمل في حياتك؟ نقرا. شنو طموحك؟ راب. شنو تحب تطلع هكا نهار اخر؟ تطلع رابورة. رابورة؟ بالنسبة لي أنا أول مرة طفلة تقولي نحب نطلع رابورة. علاش تحب تطلع رابورة؟ خاطر مغرمة بالراب. تكتب حاجات؟ نكتب برشا حاجات. تحفظ برشا أغاني؟ نحفظ. وقتاش بدي الغرام هذا متاع الراب؟ من عنده توا 4 سنين. شكون الرابور هكا اللي يعجبك واللي تحب تولي كيف؟ سنفرة. علاش سنفرة؟ خاطر يعجبني برشا، نسمع أغنيات ومحلية على الأخ. يعني مجرد إعجاب بغنيات ولا غرام غرام؟ غرام غرام. كيفاش الغرام هذا؟ احكي لي. الغرام معناها تغرمت بيه عندي توا 4 سنين، نحبه مغرمة بيه على الأخر، نسمع أغنيات ونكتبهم. أي أغنية هبطها نكتبها. كيفاش تكتبهم؟ نسمعهم بشوية، نقص على المزيكا نكتب أكيد نكتب. ومعلقة برشا تصوروا في البيت وعملوا كراسة وكي سنفارة، برسلية سنفارة، مريول سنفارة، برشا حاجات. غرام كبير هذية. شنو أكثر حاجة تعجبك فيه؟ كله، بكل شيء. معناها كي مغرومة بفنان معناها تعرف برشا تفاصيل على حياته. راه برشا حاجة. شنو اللي تعرف عليه؟ نعرف عليه كل شيء. استني نجاوبك. مثلا عطيني حاجات تعرفهم عليه في حياته الخاصة. مرته نعيمة وبنته أميرة. نعرف عليه وقتاش تولد، 8 فبراير 1993. برشا. أمه اسمها نادية، أبوه اسمه منجي، أخته الكبيرة صابرين، أخوه صابر، أخته صغيرة شايمة. كيفاش عرفتهم هذوم الكل؟ منتبع. نبعث له برشا مساجات، يجا ساعات يحط عليها قلب، ساعات يخلي فيه. أوكي. مالا تحب تشوف؟ أي أمنيتي، والله أمنيتي نشوف. كي تشوفوا شنو باش تعمل؟ ما نعرفش ندرى كيفاش. نشوفه ما نعرفش كيفاش. تخيلني سنفرات راه ما نجمش. كيفاش تعمل؟ كي نزل كريتو قدامي توا نشوف. ما عرفتش كيفاش. الغرام هذايا كيفاش يخليك تتصرف كي تشوفه؟ دوك نشوفه توا وقتها توا تشوف. نتخيل برشا حاجات. اما كي العباد ما تشوفنيش خير، خاطر بالرسمي غرام غير عادي. حبوا عندي برشا في الاخر ما نجمتش نوصل له، عملت برشا حاجات باش نوصل له ما نجمتش. لهالدرجه؟ لهالدرجه والله. شنو الحاجات اللي عملتهم مش نجم باش حبيت توصل؟ حكيت مع سوسمان، هو رابور ولد مازل بورقيبه زاده. حكيت مع شيماء اخته، بعث لي مساجات. حكيت مع اسبيس، هو تو رابور غنى معاه في تسحر عينيك. حكيت معاهم بشيء. قال لي قلت لهم؟ قلت لي مغرومه بسنفارة. قال لي باهي تو نشوفوا كيفاه وتو نتقابلوا. حتى كي حكيت مع اخته، اخته ما نجمتش هكا توصلك ليه؟ في سويسرا ما نجمش تقول حتى يطلع هو. لا درجه صعب عليك. اي. شكون اخر مغرومه بيه؟ سنفارة كها. الوحيد. مع برشا مزيكات نتاعو، فهمت؟ برشا مزيكا تاع رابورات الاخرين، اما الاكثرية سنفارة. دوب ما نقوم الصباح سنفارة ديما يمشي. عباد تحط قران وانت تحط سنفارة؟ لا صحيح، معناها فما نحط قران في الصباح، اما فكر الليله هذيك كنا ترقد بيه تفيق بيه. هاي تصوير هبطها نحطها. شنو يقولوا لك داركم كي يشوفوا تصاور سنفارة؟ يقولوا لي سنفورة. يقولوا مغرومة بسنفارة، يقولوا لي ان شاء الله نشوفوا كهو. وصحابك راك مرجتهم بيه؟ اي مرجتهم، كما يقولوا لي قلها هبلتنا بسنفارة. شنو نوعية الفن الاخر اللي تسمعه خلاف الراب؟ لي راب كهو ما نسمع حتى فن اخر. ونتفرج، وحتى كان يمثل في مسلسل اولاد مفيدة 5 زادة، كتبت كل كلمة قالها في الكراسة اللي كتبها فيها الموسيقى نتاعو. أي. كل كلمة قالها سنفارة كتبت. ما قالها، تما رجعي نجيبها وتشوف. الحب هذا بديت نشك فيه هنا. كيف تشك فيه؟ كاهو. انسى كيما قلت لك، انسى تما نجاوبك. انت ظاهر فيك حاجمة، تحب تحكي في نفس الوقت حاجمة. اي هاك قلت. شبيك داخلة بعدك؟ ماك هيك. ملي جبت لك، ملي انت جبت لي على سنفارة وانت هكا بديت ترعش. اي. شنو تحب تقول له؟
نحب نقولوا نحبك برشا وربي يخليك ستوكا كالبنوتة. نحبك برشا يا صنفور والله. ربي ربي فضلك وربي يخليك ستوكا البنوتة ما حليها ربي يخليها لك. مرتو لي ربي حتى مرتو ما حليها زيد. تحفظ ملا غنيات السنفرة ولا؟ نحفظ أكيد. ملا تغنينا شوية؟ باهي شنو نحب نغني لك؟ ما نعرفش حاجة تعجبك أنت. تيت عليك. باهي. نرى فيك تذب القدم عيني نرى في عينك تمل تخوف عليك ضيعت حياتي بخلفك ما نحب نشوف نحب نقول لك قوم وضح لي كيف لزتك الظروف ما تخبيش عليا راني معاك الدنيا نتوف كيف تيت عليك كيف تيت عليك كيف تيت عليك نعرف كيف تيت عليك كيف تيت عليك كيف تيت عليك كيف تيت عليك نعرف كيف تيت عليك رافيك سيد استنى حاجة أخرى غنية أخرى هذا وقت يجري هات نحكي لك باللي في مخي بقالية دنيا تدور نحب نوصل للغالية والله ربي راني نعيش بعيد وفي حالية ما حبونيش كيف حكيت لجرالية وقتي يجري وانا نعيش بالتالي بي وقتي يجري لي لنسيت نعيش انسان ايه وقتي يجري وانا سوايا في كيان وقتي يجري سكران وما نحب نبان قويت عليا الشيخة اللي نسيت شوفي روحي نذوب كل يوم وراني عييت شافوني كي نضحك وما شافونيش كي بكيت شافوني نزلت اما خاطر بالعوخيت يا امي راني مريض يا امي راني مريض يا امي راني تعبت نستنى في الكسيفيف يا امي منين نجيب مانيش في الفلوس نبيذ يحقر فيا علاش راجل عشت وراهي تغيث ما يغركش المنظر قلب حنين ما تشوفش المذرة شوف منين انا نعيش نتلبد نبعد على العينين مربحناش كان بخلف المذرة بيه قلت لي حتى الفيسبوك والانستغرام نتاعك فيهم اسم صنفرة فيهم صنفرة كيفاش ما تليفون كامل بابي تصور صنفرة هذوما كل صنفرة برشا تصاور بكل حاجة كيفاش مسمية فيسبوكك باسمه قلت لي كنت قبل مسمية روحي صنفورة اما توا نحيت خاطر برشا معناها يقول لي هل تحب برشا صنفرة ونقول له من فديت معناها ذلوك على محبته اي برشا برشا عبيد يحبوني ننسيه هما ليه مانيش باش ننسيه والله